اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بأعضاء مجلس علماء وخبراء مصر، حيث تم تناول العديد من الموضوعات ذات الصلة بعدد من القطاعات الحيوية اللازمة لتحقيق التنمية الشاملة والنهوض بالمجتمع المصري، والتي جاء في مقدمتها تطوير قطاعي التعليم والصحة والارتقاء بمنظومة الأخلاق والقيم في المجتمع المصري، فضلا عن تناول عدد من المشروعات الوطنية التي تدرسها الدولة لتطوير قطاعات الطاقة والنقل والسكك الحديدية وغيرها. وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد خلال اللقاء حرص الدولة على التشاور مع كوكبة من خيرة علمائها وخبرائها إزاء العديد من الموضوعات الحيوية ذات التأثير المباشر على حياة المواطنين. أصدر مستشفى الأقصر الدولي تقريراً طبياً يشخص حالة المتهم الذي لقي حتفه على خلفية ضبطه من قبل قوات الشرطة فجر اليوم الأربعاء بإحدى المقاهي بمنطقة العوامية. ويكشف تقرير المستشفى أن المذكور وصل جثة هامدة في الواحدة بعد منتصف الليل برفقة الإسعاف وأفراد من الشرطة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى لحين تصرف النيابة. تواصل الدائرة الخامسة إرهاب المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة نظر جلسات محاكمة 30 متهما بخلية أوسيم الإرهابية وفض الأحراز، حيث بدأت المحكمة في فض الحرز رقم 1، وتبين أنه عبارة عن اسطوانة غاز طولها 30 سنتيمترا ويخرج منها العديد من الأسلاك، وتبين أن الاسطوانة عليها خطاب موجه من نيابة شمال الجيزة، وأن الاسطوانة مكتوب أسفلها المرة الثانية بجد يا، ورد القاضي بأن اللفظ قبيح وتأسف على التفوه به أمام الموجودين. حاول مندوب مرشحين منافسين الاعتداء على المرشح محمد أبو حامد بدائرة الويل والظاهر الانتخابية التابعة لمحافظة القاهرة، وذلك داخل مقر اللجنة العامة للانتخابات والمنعقدة في باب الشعرية. واتهم مندوب المرشحون أبو حامد بالخيانة والعمالة والانتماء لجماعة الإخوان، محاولين الاعتداء عليه بالألفاظ النابية، مرددين هتافات باطل باطل واخرج برا يا أبو حامد، إلا أن قوات الأمن المكلفة بتأمين مقر اللجنة العامة نجحت في فض الاشتباك وإخراج مندوب المرشحين خارج مقر اللجنة العامة. تمكنت مديرية الطب البيطري في الجيزة وبالتنسيق مع مباحث التموين من ضبط كمية من اللحوم الفاسدة داخل مطعمين مشويات بمنطقة الدقي. وقال أشرف إسماعيل مدير مديرية طب البيطري بالجيزة أن الحملة تمكنت من ضبط 350 كيلوغراما لحوم مجمدة ودواجن، وتم تحرير المحضر بذلك وتحريز المضبوطات لإعدامها. وأضاف إسماعيل في تصريحاته أنه تم ضبط 545 كيلوغراما لحوم ودواجن وكبدة داخل مطعم آخر للمشويات في الدقي، وتم تحرير المحضر اللازم. أدهش مبتعث سعودي الحضور في احتفالية خاصة أقامتها إحدى الجامعات الأمريكية من خلال رفعه الأذان كرسالة لتقديم الإسلام كدين سلام وحرية ومحبة حسب وصفه. ورفع المبتعث جلال علي الحرب الأذان بعد استئذان من اللجنة المنظمة للحفل، وعرض مجموعة من المشاهد للعادات الإسلامية الحسنة ولقطات للأديان الأخرى، وهو ما أدهش الحضور. تداول مستخدم موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك مقطع فيديو لطفلة وصفت بأنها بمئة رجل بتوجيه رسالة إلى العدو الصهيوني الذي احتل بلدها، ووقفت الفلسطينية الصغيرة أمام كاميرا إحدى القنوات لتعلن بأسلوب عربي فصيح أن القدس ستحرر، محذرة العدو وواصفة إياه بدولة الاحتلال. أبوها أنتم في إيران، نحن الأقوياء، نحن وجود، أنتم في إيران، أنتم لستم إلا احتلال، أنتم دولة احتلال ظالمة فاسقة، لا يوجد في قلوبكم أي ذرة من رحمة، تقتلون الأطفال والنساء وكانوا يحملون صواريخ. بالطبع هكذا يا فخاي، كانوا الأطفال والنساء يحملون صواريخ. أنت كاذب. أقامت قيادات أمنية وعشرات المواطنين صلاة الجنازة اليوم بمسجد المشير حسين طنطاوي بالتجمع الخامس على شهداء القضاة والشرطة في حادث العريش الإرهابي الذي أسفر عن استشهاد 2 من القضاة واستشهاد 2 من رجال الشرطة وإصابة 12 شخصا آخرين.
وشارك في الجنازة العسكرية مسؤولون بالدولة والقيادات القضائية والمستشار أحمد الزند وزير العدل ومجلس إدارة نادي القضاء وقيادات مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والعديد من رجال القضاء. أعلن محمد هلاوي مدير عام تموين بورسعيد اليوم وصول الوجبات الجاهزة بمجمعات النيل، وذلك ضمن خطة الدولة لتخفيض الأسعار ورفع العبء عن كاهل المواطن ومحاربة الغلاء. وأوضح هلاوي أنه سيبدأ توزيع الوجبات بمجمعات النيل بأسعار تصل إلى 30 جنيها في جميع المحافظات. علق رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون على حادث سقوط الطائرة الروسية على الحدود السورية التركية أمس قائلاً: تركيا لها الحق في الدفاع عن نفسها. وأضاف كاميرون في تصريحات نقلتها فضائية سكاي نيوز اليوم: أجريت اتصالات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن حادث الطائرة، ونؤكد أن لتركيا الحق في الدفاع عن نفسها. أثارت واقعة لجوء مخترع مصري شاب إلى الإمارات وحصوله على الجنسية الإماراتية العديد من ردود الفعل الواسعة بين نواب البرلمان الذين حسموا مقاعد دوائرهم في المرحلتين الأولى والثانية حتى الآن، وسط مطالب بالاهتمام بالبحث العلمي ووقف موجة هجرة العقول إلى الخارج بحثا عن الدعم والرعاية. وأكد النواب ضرورة أن يكون البرلمان المقبل هو الباب الذي يفتح أبوابه ليحتضن البراعم والكفاءات، مطالبين الحكومة ووزارة التعليم العالي بتبني كل النماذج التي تفيد مصر ورعايتها من خلال تفعيل دور البحث العلمي في الفترة المقبلة. يوافق يوم الأربعاء ذكرى ميلاد أمال الأطرش أو أسمهان صاحبة الصوت الملائكي، والتي ولدت يوم 25 من نوفمبر عام 1912 على متن باخرة تنقل العائلة من تركيا بعد خلاف وقع بين والدها فهد الأطرش والسلطات التركية في ذلك الوقت. وأحبت أسمهان الغناء وعملت مطربة. فتحت الشهرة التي نالتها كمطربة جميلة الصوت والصورة أمامها باب الدخول إلى عالم السينما. ومن أشهر الأغاني التي قدمتها الفنانة أسمهان هي إمتى هتعرف؟ إمتى هتعرف إمتى إني بحبك إنت؟ إمتى هتعرف إمتى إني بحبك إنت؟ إمتى هتعرف إني بحبك إنت؟ إنت 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 إمتى هتعرف إمتى؟ إمتى